لله وللتاريخ، لله وللتاريخ أقولها. والله إن ما جرى مع الجيش الإسرائيلي في غزة ما يترقع، لو يغالط الأمريكيين والإسرائيليين ما غالطوا، لو يغالطوا ما غالطوا. ورب الكعبة إن البكارة انفضت خلاص، الجيش الذي لا يقهر أشهد لله. ولو تلاحظوا كيف حتى سياسة اليوتيوب ومواقع التواصل كيف تدعم وتروج مسرحيات إيران وأحذيتها من حزب الله على الحوثي على الحشد بالعراق، ترويج 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 ترويج، يعني ضجيج إعلامي تجد المشاهدات عندهم يعني بالملايين. اليوتيوب ما هو يقفزهم على أساس أنه هذه المسرحيات بتغفل الناس، تخليهم يغفلوا عما يجري داخل غزة. لكن البركة بالجزيرة قدها بتجيب المشاهد، قدها بتجيب المشاهد. وحلل يدويري، حلل حلل يدويري. أشهد لله إن أكثر من يغتاب ويجن جنونه من المشاهد ومن الدويري والجزيرة هم إيران وأحديتها. أشهد لله، ومع أن الجزيرة قادرة تطبل لهم وتجيب أخبارهم وتنساق وراء مسرحياتهم، إلا إنهم يشعروا بالخزا والعهر. يعني كل مسرحياتهم هذه ما قد مسوا من خلالها ذبابة أمريكية ولا إسرائيلية، بينما هذولك يشتغلوا ويقولوا حلل يا دويري. طب والله مشاهد من نقطة الصفر يدخل لها جحر الدبابة، يطرح العبوة وجزع وكأنه في نزهة، يعني ما كأنش حرب عقيدة. أهل السنة قولوا فعل. أما الروافض مهمتهم يشغلوا الناس والعالم عن ما يجري بغزة، فضيحة فضيحة فضيحة. الشرف يعني تبهدل من 7 أكتوبر وحتى اللحظة، والمشاهد اللي تعرضها الجزيرة مرمطة، ما في شيء بقى يشغل العالم عن هذه المرمطة إلا حثالات إيران. وانتم عارفين مسرحيات إيران وحثالاتها، وأبرزهم الحوثي الذي يعمل مسرحيات بالبحر الأحمر، أنتم دارين لا رفعت حصار ولا أفادت بشيء ولا غيرت بالمعادلة شيء. ميناء إيلات الذي يقول أنه منع السفن الوصول إليه، إسرائيل احتياجاتها من هذا الميناء لا تتجاوز 2%. ورب الكعبة يا جماعة في حقائق مرة لا يدركها الناس، ولكن قلنا لكم هكذا، عملوا رواج للمسرحيات الإيرانية وشفتوا كيف إسرائيل مهتمة، وأمريكا إذا في قيادات تبع حماس كيف يصطادوهم. العروري قالوا بخ مع داخل بيروت من قبل الرنتيسي وأحمد جاسين ومدري من، يعني اغتيالات واصل. أما إيران وأحديتها، هل قد شفتوا أمريكا مست واحد منهم أيام ترامب؟ مدري الرجال متشدد. الله الحشد الشعبي حق سليماني أسقطوا سيارة أمريكية بالخطأ، فترم قال اقتلوه، أنا ما صافت، أنا ما عنديش مزح حتى لو هو دزما معنا. شفتوا انتو كلام ترم قال، وللأسف انه خذلني نتنياهو. لو تلاحظوا على تصريح دولان ترامب عندما قال ان ايران استأذنت مني وقالت لي سأطلق بصواريخ الى جنب القاعدة الامريكية، لا تقلقوا ما بيحصلش، بس نحفظ وجوهنا امام العرب والمسلمين اللي نقتلهم ونقول نحن احباد الكرار وعلي بن ابي طالب. تذكروا التصريح حقه، قال الوحيد اللي خذلني هو بنيامين نتنياهو، لقد كان موقفه مؤسفا، قال لن يتعاون معي ورفض الفكرة من أصلها، قتل سليماني، لأنه أصلا إيران إيراني جزء من الحماية للكيان الإسرائيلي. كيف بتحمي إسرائيل إلا بقتل العرب والمسلمين إرهاقا أربع عواصم حولوها إلى حمامات دم؟ هل عد في أقوى من هذه الحماية؟ ما في. ترامب قال نتنياهو رفض، ولكن أنا في النهاية قررت اني امضي بالعمليه، وراقبنا هذا سليماني لما رجع على مطار سوريا وقلنا بخفع فقط، هذه فقط. وعاد اسرائيل كانت رافضه عبر نتنياهو زي ما قال ترامب من لسانه، رجل صريح انتم دارين بو يتكلم على نفسه وعلى اعدائه، ما بيكذب ولو عدت تصريحات مضاده لبلاده نفسها. لو تشوفوا مقابلته حتى على امريكا، مذيعة قال له ألا ترى إن بوتين يرتكب جرائم حرب؟ قالوا إحنا إيش عملنا قليل الأمريكان؟ ذكرها بالعراق وفغانستان، صريح صريح ما بقلبه على لسانه، فضح الإيرانيين. والآن لأن الجيش الإسرائيلي قلنا لكم من زمان من زمان لنا
انا من يوم اعرف نفسي وحنان اتمنى حتى ظفر من اسرائيلي يتعور ظفر، ما عاد نقول ياكل تفاح يعني يفطشوه، ظفر من زمان نتمنى. ما فيش ما بلا رشقات الى الاراضي الاسرائيليه الا المناطق المحتله، يعني لا تؤدي الى شيء، تنزل بلكونه او كذا ما تقتل، تعمل دوشه صحيح وكذا لكن ما تاثر، ما تصيب لحم. الى ان جاء 7 اكتوبر وما بعده وحتى اللحظه، منذ 60 عام كان الاسرائيلي اغلى كائن على وجه الارض، اغلى بشر. تذكر جلعاد شاليط كم قتلوا بسببه وكم قادوا حروب من اجل يطلقوا سراحه وهو واحد، فما بالكم ما جرى ب 7 اكتوبر 1200 بعشيه وضحاها. هذا غير الاسرى وال هذا غير الان الذي قاد بداخل غزه من شم دخلوا بريا، شوفوا على ضرات بيقع لهم بالالاف ما قد وقعت منذ 60 عام. فما كان امام امريكا واسرائيل الا تحريك كلابهم الشيعه. قلنا لكم من زمان الشيعه هم حمير الصهاينه، هم حمير اليهود من زمان على مر التاريخ. عودوا الى تاريخهم، الصفويين سبابين الصحابه، المهم هذا تاريخهم. انظروا على ابو شاغله، شغلونا، تلاحظوا مثلا القناه المهريه، قناه المهريه اللي هي يمنيه مدعومه من عمان، 99% من النشرات حقها والبرامج تطبيل للحوثيين، ما عاد يذكروا ايش يحصل بغزه من مجازر ولا بطولات، يعني ما عاد الا الجزيره بس، ولا اليوتيوب اصبح يغري كل صناع المحتوى انه من يطبل لايران ومسرحيات الحوثي يرفعوا مستواه من المشاهدات هكذا. لكن رب يعني ربي قد قيض لنا الدويري، يكرهوها الشيعه كره العمى، شوفوا لانه موقفه واضح، لو مئات التغريدات وهو يلعن سابعا من زمان قبل احداث غزه هذه، وكذلك الجزيره. الجزيره هذول عدم مشكلين يعني هاله اعلاميه، ولو ان يعني قد خفتت نوعا ما نجحوا الامريكان والاسرائيليين باشغال العرب والمسلمين عن ما يجري بغزه، ونجحوا ايضا بتخفيف الضغط عنهم عن امريكا والدول الغرب، قد كان في سخط شعبي وعالمي، الان انشغلوا هذا السخط الشعبي والعالمي بما يجري بالبحر الاحمر بالمسرحيات الايرانيه. هذا حتى اليوم عاد بكرمان بذكرى مصرع سليماني، وهم يزوروا قبره بذكرى مصرعه. ايران فجرت بين الحشود وقتل من قتل، كل اشغال للعالم، اشغال للعالم هكذا. تلاحظوا كيف يشتغلوا ويعملوا حركات، وحتى الان مع قتال صالح العروري هذا شفتم على حركات، هذه الحركه حق ايران، تفجر بوسط المحيط لذكرى مصرع سليماني، يعني يحرفوا انظار العالم، والحوثي عمليه بالبحر الاحمر مشاغله، مشاغله مع انهم هم من وشوا بالعروري وهم من كبلوه ومنعوه انه يحركها، الكتائب تبعه اللي هو يتبع القسم منعوا انه يحركها لمؤازره اخوانه بغزه وهكذا. المهم بالاخير وشوا بال الاسرائيليين وخلصوا منه. يا لطيف الشيعه هذول، اقسم لكم بالله انهم اكبر خرق للمسلمين، والله والله خرق كبير. قبحت يا فرنسا، ما جئتينا يعني الا بشر، شر مستطير. رجعوا الخميني الى ايران ومكنوه ودعموه ودعموه ودعموه، اسقطوا له بالاخير الامريكان صدام حسين، وخلوهم يدخلوا العراق وتمددوا علشان بس يحموا اسرائيل، والله ما غير، والله ما ولا لحمايه اسرائيل لا اقل ولا اكثر. 4 مليون مسلم قتلوهم خلال السنوات الماضيه كلها، والان منذ 7 اكتوبر وحتى اللحظه حتى تسجيل الفيديو هذا ما قد حتى لمسوا مره ضغط حدا ولا بياد الجندي الاسرائيلي ولا امريكي ابدا، بالعكس بيقتلوا بسوريا بادلب وعده مناطق، وباليمن الحوثي قد قتل فوق 300 شهيد واكثر قد معنا من 7 اكتوبر، ومع اسرائيل وامريكا مسرحيات بالبحر الاحمر، مساله اعلاميه مشاغله. حتى العشره اللي قتلوهم الامريكان بالبحر الاحمر قلنا لكم مسرحيه. الجماعه تمردغوا داخل غزه، وتمردغوا ب 7 اكتوبر، تبهدلوا من زمان، وحنا نحلم انه حتى ظفر الاسرائيلي يتعور فقط. فاجى 7 اكتوبر هذا لحظه فارقه بالتاريخ، يعني كانت عمليه هوليوديه ما مثلها ابدا منذ ان وجدت اسرائيل في فلسطين. فلذلك الان ما امامهم الا يشغلوا العالم ويدعموا المحتوى الذي يروج مسرحيات ايران، علشان لا نضل نتفرج على المردغه اللي يحصلوها. وحلل يا دويري من داخل غزه، قسما بالله انه هذا كله. كذلك الراي العام العالمي والشعوب الغربيه يقول لك في معارك يشغلوهم
شغلهم. شوفوا في اعمال بالبحر الاحمر في كذا، في هذول اللي بغزة يقولوا لهم ارهابيين، وشوفوا كيف يعني معاه مدرعة تعبث بالامن القومي بالبحر ومدري ايش ومشاكل ومن هذا القبيل، وضربوا لجنب بوارج امريكية. المهم شغلوا الناس، توهوهم توهوهم. لكن الماثل امام العرب والمسلمين هي انتصارات الرجال بغزة. وانا اتمنى من الجميع لا تغفلوا عن نشر ما يدور في غزة، ترويجكم الكثير لما يدري بغزة هذا يجنن بالشيعة، بالشيعة حمير الصهاينة، والله والله يجننهم ويشعرهم بالخزى والخجل. لاحظوا الآن أي واحد داخل تويتر من اليمنيين يروج انتصارة القسام ولا حماس داخل غزة، تلاحظ الحوثيين يلعنوا سابعه لأنه ما يطبل لمسرحياتهم. هم مستفيدين طبعا الحوثة، يجلبوا مزيد من الحاضنة والمقاتلين اللي قاتلوا اليمنيين مع إسرائيل، سو عليكم والله ما يرجموها حتى الثلج. وأمريكا مستفيدة وإسرائيل إنه يشغلوا الرأي العام عن ما يدور من مجازر وعما يدور لهم من مردغة على الأرض من قبل أحفاد الصحابة اللي يقولوا رضي الله عن عمر وأبو بكر وعثمان بن عفان وعائشة. حياتي لايك للفيديو واشتراك بالقناة، على الله يبقى الفيديو هذا ما ينكعه عليا، بقلبي حاجات كثير اشتقوا لها بس والله يتجنب، إنه إيش الفائدة إذا قمت تقولها؟ يطيروا القناة بالمرة يعني، ما إيش الكلفة يعني، ما عبد الله واحد رموز وتلميحات، هذا هم عارفين كيف.